سبحانه الباقي لا إله غيره، نادى في فؤاده فقال كل من عليها فان. فقالت الملائكة ربنا لك الحمد لسنا بعليها. فنادى قائلا كل نفس ذائقة الموت. فقالت الملائكة ربنا لك الحمد لسنا بأنفس. فجل في عليائه بصدق قوله وهو أصدق القائلين. فقال في قصص الكتاب كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على رمز الكمال والجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إذا سألت عن شعره فكم كان ليلا بهيجا، وإن سألت عن فمه فكم كان لينا، وإن سألت عن يديه فكم أحيت عديما، وإن سألت عن قدميه فكم سعت وقدمت للإسلام تقديما. أما إن سألت عن الخلق فكم كان عظيما لأنه القرآن كان كريما. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، كما الطيب الكريم، تحية طيبة مباركة من عند الله سبحانه في بداية هذه الليلة القرآنية والتي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي عاشت الحياة بالأدب والخلق وحسن المعاملة، لا مجاملة ولا رياء ولا نفاقا. سمعنا عنها الأدب والخلق فما أجمله، سمعنا عنها حسن المعاملة والتواضع فما أعلمه، إنه الله على كل شيء قدير. أسألك يا ربي أن تتغمدها بواسع رحماتك، وأن تسكنها فسيح جناتك، وأن تلهم آلها وزويها الصبر والسلوات. ونحن نشارك عائلات زيتون الأعلام وعائلات عبد المطلب بمشتول القاضي، ومشاركة لسيادة اللواء صلاح عبد المطلب، وأيضا أشقاء الراحلة الكريمة الحاج بكر زيتون علم الواجب بمحافظة الشرقية، وأيضا المهندس أحمد زيتون والشيخ محمد عطية زيتون وكل آل زيتون الأعلام، وفي وجوب العمدة الحاج ماهر عفيفي عمدة العمد وقاضي العرب، سيادة الأستاذ خالد بك عفيفي علم الواجب، الأستاذ رضا بطوان، والأستاذ الدكتور السيد العزازي، المهندس حسن مصر علم الواجب، وكل أعلام الواجب بمحافظة الشرقية، في وجود سيادة العقيد يحيى بك زغلول مفتش الداخلية بمديرية أمن الجيزة، وكل القيادات الشعبية والتنفيذية. من داخل قصر الضيافة المكمل والمجمل بأحدث طراز الفراشة العالمية والهندسة الإذاعية الدولية وكبرى مخازن الإنارة الذهبية ومحطات الديزل الضخمة، لصاحب شركة حلمي عبد الدايم العالمية للحفلات الكبرى بجمهورية مصر العربية الحاج محمد حلمي عبد الدايم، ومشاركة لصاحب الخدمات الفندقية العالمية المتنقلة عبر المحافظات علم وعميد بفهات مصر، المتر المتميز أدبا وأخلاقا ومزاقا المتر العالمي إبراهيم حسن الثوري، ومن خلال قناة الفلاح والنجاح للإخراج المتميز للمهندس العالمي ناصر صلاح، وحدة البث المباشر العالمية وشاشات التصوير الدولية لنوى الليلة عبر موقع سفراء القرآن الكريم تحت إدارة المهندس الخلوق صلاح ناصر صلاح، ودائما الغائب الحاضر بأدبه وخلقه وفنه وإبداعه المهندس محمد ناصر صلاح، الذي أسأل المولى العلي القدير أن يشفيه وأن يبارك لنا فيه. جمع الطيب الكريم، خير بداية لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي استضفنا فيها علمين من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، فمعنا القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، ومعنا القارئ الملقب بالمدرسة الزناتية الخاصة المعلم الأول بالأزهر الشريف الغني عن التعريف فضيلة القارئ العلم الشيخ حسن إبراهيم ضيف. إلا أننا الآن سنعيش مع قارئ الزمن الجميل والمعدن الأصيل والخلق النبيل، سافر لعديد من الدول الإسلامية والعالمية والعربية
القائل الذي قيل عنه في إيران أنه هبة الرحمن لعباد الرحمن، وقيل عنه في باكستان أنه القائل صاحب صوت القائل، وقيل عنه في دولة مصر أنه قارئ العصر، وقيل عنه في بلاد النيل أنه قارئ الزمن الجميل، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور منصور جمعة منصور علم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقلعة العلم والقرآن من أصله وأساسه النخاس الزقازير شوقية. يا قارئا قلت فيك ما قلت، لكن يبقى قولي للمعزين، يا من تجلس وتشعر بالضيق والحرج، صلي على النبي العظيم الذي عرج، واستمع لشيخنا منصور جمعة منصور يأتيك من ربي ساعة الفرج. الآن ساعة الفلاح من إخراج المهندس العالمي ناصر الصلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم
ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتولد النهار في الليل وتخرج الميت من الحي يا رب يا رب قدير تولج الليل وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Whoa!
الله ويغفر لكم
ذنوبكم. والله غفار رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أطيعوا الله ورسوله، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله سميع عليم. بعضها من بعض
سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا من هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
قائما يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى سيدا وحصولا ونبيا من الصالحين يا
مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يا مريم قنوتي من رحمتك
رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية طيبة مباركة تلاها علينا وعلى مسامعكم على متحد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الزمن الجميل فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بقلعة العلم والقرآن النخاس الزخازي الشرقية شاكرا باسم عائلات زيتون وباسم عائلات عبد المطلب الأعلام إلى صاحب أكبر قصور ضيافة المتنقلة عبر المحافظات والمكملة والمجملة بالفراش العالمية والإناوة الذهبية ومحطات الديزل الضخمة بعلم وعميد مقاول الفراشة وصوتيات بجمهورية مصر العربية والعالم العربي أجمع الحاج حلمي عبد الدايم وأولاده الأعلام تحت إدارة الحاج محمد حلمي عبد الدايم المقيم بميت زافر الزقازيق شرقية الخدمات الفندقية العالمية لصاحب النفس الطويل والمذاق الجميل المتألق والمبدع دائما بأدبه وخلقه ومذاقه الجميل المتر العالمي إبراهيم حسن الدولي المقيم بمشتول القاضي الزقازيق شوقية شاشة الإبداع والتميز والجودة والنقاء للمهندس العالمي عميد المصورين ناصر صلاح وحدة البث المباشر والتصوير الهوائي لنقل الليالي القرآنية عبر موقع سفراء القرآن
المبدع الخلوق صلاح ناصر صلاح، والغائب الحاضر المهندس العالمي محمد ناصر صلاح، المطيب الكريم باسم حرم سيادة اللواء صلاح عبد المطلب، ونحن نشارك أشقائها الأعلام الحاج بكر زيتون علم الواجب بمحافظة الشرقية، المهندس أحمد زيتون، وأيضا الشيخ محمد عطية زيتون، وكل آل زيتون الأعلام الشكر موصول للمحاسب ماهر قنورة، وإلى صاحب الواجب سيادة المستشار عبد الحليم بك الغمي، وإلى آل عفيف الأعلام، وإلى المأذون الشوري الشيخ أمين عبد الصبور، إلى سيادة العميد يحيى بك زغلول مفتش الداخلية بمديرية أمن الجيزة، وإلى الأستاذ حسين زايدة ديوان عام محافظة الشرقية، الأستاذ أحمد جريدة المدير العام للتربية والتعليم، الأستاذ أحمد هاني باركات بوزارة البترول، الأستاذ حسن نصر علم الواجب. شاكرا أيضا لكل من أتى ليشارك العائلة الكريمة في هذه الليلة القرآنية والتي تقام تحت إدارة وإخراج علم الفراشة حاج محمد حلمي عبد الدايم، أما الإخراج والتصوير العالمي للمهندس ناصر صلاح. إنها ليلة النجاح بصوت أقوى من السلاح للدكتور منصور جمعة منصور.